خلينا نروح لزميلنا مجدي يوسف كمان من بروكسل عشان الاتحاد الاوروبي النهارده عنده تحركات مهمه في هذا الملف. مجدي اهلا بيك، مساء الفل. مساء الخير استاذ احمد. الاتحاد الاوروبي هيعمل ايه؟ الاتحاد الاوروبي غالبا، مش غالبا يعني، ده اللي تقريبا خلاص حصل. الدول فرادة، دول الاتحاد الاوروبي فرادة هتلجأ لروسيا وللصين. رسميا اللقاح الروسي بعد اجراء تحاليل معملية رسمية داخل دول الاتحاد الاوروبي اثبت انه فعال بنسبة 91.6% بما في ذلك على كبار السن. وبالتالي يعني اكتشفوا انه ليه فعالية اكبر حتى من اللقاحات التي انتجت في دول الاتحاد الاوروبي، سواء فايزر سواء استرازينيكا. فبالتالي اللقاح الروسي اثبت انه الاكثر فعاليه. والدول يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه، حتى الدول اللي عدد سكانها قليل، يعني احنا بلجيكا 10 مليون، احنا مش 100 مليون، احنا 10 مليون، ومع ذلك لو اعتمدوا على اللقاحات، فقط على اللقاحات الاوروبيه اللي تم اعتمادها حتى الان من الوكاله الاوروبيه للادويه، مش هتقدر بلجيكا ان هي تطعم اكتر من ربع سكان بلجيكا في خلال الكام سنه الجايين. في ازمه موجوده في بلجيكا زي كل الدول الاوروبيه في حجم اللقاحات، استلامها دفعات من اللقاحات. وبالتالي الاتجاه الان هو الى المنتج الروسي والمنتج الصيني، بعد ان اثبت اللقاحين ان هم لديهم فعالية ربما اكثر حتى من فعالية اللقاحات الاوروبية. ولكن هل ده يعني ان اوروبا كده حلت ازمتها؟ برضو الازمة لسه ما اتحلتش. اللقاحات مش بس هي الجرعات، جرعة اللقاحات، انما في حاجات تانية كتير، يعني حتى العبوات اللي بتحط فيها اللقاحات ما فيش عبوات كافية. المصانع اللي ممكن تنتج اللقاحات ما فيش مصانع كافية. المواد اللي بتستخدم في انتاج اللقاح ما فيش مواد كافية. الايدي العاملة المدربة التي يمكن ان تقوم باعطاء اللقاح ما فيش ايدي عاملة. فبالتالي لا، المشكلة كبيرة هتحل قدر الامكان، ولكن لا، المشكلة لسه كبيرة ولسه قدامنا اكتر من 3 أو 4 أو 5 حتى شهور عبال ما نقول الناس هتبتدي تاخد نفسها. الاسبوع اللي فات او مجدي قبل اول اسبوع اتكلمت وقلت انه الاتحاد الاوروبي خلال ايام هيتجه الى روسيا، وبالفعل النهارده بتقول لنا خبر اللي كنت اتكلمت عنه قبل عده ايام، ولازم احييك مره اخرى. خلينا نتكلم على استرازينيكا، الاتحاد الاوروبي هيتعامل ازاي مع استرازينيكا؟ الحقيقة ان مشكلة استرازينيكا بقت مشكلة اخلاقية اكتر من اي شيء اخر. المعلومات اللي عندنا استاذ احمد بتؤكد ان الاتحاد الاوروبي هيوافق في النهاية، في مفاوضات الان مع استرازينيكا، هيوافق بالنهاية على انه ياخد 25% بس من مكان متعاقد عليه. يعني هيكتفي خلاص، يعني هيقول له يعني استرازينيكا هيصر هيقعد زي ما كانت مفاوضة. مرة تانية الكلام ده مش كلامي، كلام مفاوضة الصحف الاتحاد الاوروبي، استرازينيكا بتكذب. فالاتحاد الاوروبي هيكتفي بانه ياخد 25% من الجرعات اللي كان متعاقد عليها، ولكن بالمقابل الاتحاد الاوروبي هيتوقف تماما وقريبا جدا عن تمويل اي أبحاث لأسترازينيكا. هيتوقف تماما عن هذا التمويل، لان في الاخر بالنهايه في الحياه يعني الاتحاد الاوروبي هو اللي مول أسترازينيكا علشان تخرج اللقاح. فالنهارده لما تيجي أسترازينيكا بعد ما الاتحاد الاوروبي عمل ده كله، فتيجي ان هي تتاجر، وزي ما قالت مفاوضه الصحه، قالت التجارة أصبحت ليست تجارة مال، أصبحت تجارة نفوس، ولن نقبل أن يتم التجارة بالنفوس. فبالتالي لا، الموضوع أصبح أخلاقي، فده هيبقى التعامل. خلاص إحنا هنكتفي بهذا القدر 25%، وخصوصا كمان بعد ما يعني النهاردة لانسيت دي واحدة من أكبر الدوريات العلمية
في العالم نشرت النهاردة رسميا كل التفاصيل بتاعة اللقاح الروسي، وقالت انه لا انه يعني اقوى من أسترازينيكا. فبالتالي لا خلاص يعني الاتحاد الاوروبي ابتدى يلاقي بديل. النهاردة احنا عرفنا ان صربيا، المجر، بلجيكا قررت ان هي تستورد كمان اللقاح الصيني. وبرضو بعد على فكرة بالمناسبة خلينا نقول ان الاتحاد الاوروبي في الحاجات دي شديد 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 التعقيد والتدقيق. يعني ما لما بتيجي في قصة ادوية يعني اخر حاجة في الدنيا يعني بعد ما تحصل لولا ما يوافق. فلما يوافق على اللقاح الصيني واللقاح الروسي معناهم ان هم لقاحات امنة حتى اكتر من أسترازينيكا. فطالما في بدائل لما لا يتم معاقبة يعني شركة في وقت الزنقة تجرد بالنفوس وليس فقط بالمال. فأعتقد أن هتسمع حضرتك في خلال أيام هذا الخبر الرسمي من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو وقف تمويل أي أبحاث لشركة أسترازينيكا. هل قريبا الاتحاد الأوروبي هيدي موافقة لاستخدام سبوتنيك الروسي؟ قريبا جدا. يعني بتخيل ربما احنا النهاردة الأربع، يمكن يوم الأربع اللي جاي اكون مع حضرتك على الهواء برضو واقول لحضرتك ان بالفعل تم اعطاء الضوء الاخضر من الوكالة الاوروبية للادوية. لان اذا كانت دورية لانسنت بتنشر، لان خليني برضو اقول لحضرتك برضو عشان المشاهدين يكونوا متابعين معنا، الحقيقة ان روسيا عملت رهان قوي جدا يعني بيثبت ان هي كانت متأكدة بنسبة 100%. روسيا طرحت اللقاح للأبحاث، قالت للأوروبيين ادي اللقاح بتاعي خدوه جربوه وتأكدوا انتوا بنفسكم وقرروا انتوا بنفسكم. انا مش حدلكم أبحاثي ولا حدلكم، انا حدلكم اللقاح وتفاصيله وانتوا اعملوا عليه التحاليل اللي انتوا عايزينها واعملوا عليه التجارب اللي انتوا عايزينها. ودي كانت مراهنة في منتهى 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 القوة. فلما تيجي النهارده لانسنت، الدورية لانسنت الاكبر والاشهر والاقوى في العالم، دورية طبية، تقول ان اللقاح الروسي اثبت انه فعال بنسبة 91.6، خلاص يعني كسبت روسيا الرهان بلا يعني بلا تعب ولا ارهاق. يعني كسبت اللي هي وحققت مكسب، مش بس على فكرة مش حققت مكسب علمي ولا مكسب، حققت حتى مكسب استراتيجي وسياسي هام. يعني اللي عملته روسيا يعيد الثقة كثيرا في القوة الطبية والعلمية الروسية، رغم انه الامريكان كانوا بيشككوا والاوروبيين كانوا بيشككوا في الاول في اللقاح الروسي، وطلع رد عليهم روسيا بشكل واضح، الرئيس بوتين شخصيا اللي رد عليهم وقال لهم اللقاح بتاعنا افضل من كل اللقاحات اللي موجودة. فدلوقتي كله بيلجأ الى روسيا. الحقيقه ان يمكن كان هناك نوع من انواع الاخطاء اللي تمت في عمليه اللقاح الروسي، بمعنى ان الروس برضو لما قدموا اللقاح بتاعهم يمكن ما قدموهوش بالطريقه اللي تتناسب باقناع الاوروبيين، ولكن هم كان واضح ان هم كانوا اجروا ما يكفي من تجارب تخليهم واثقين بنسبه 100% ان اللقاح قادر على اختراق كل الاسواق وقادر على اكتياز كل الاختبارات. ولكن يمكن كان يعني عملية التسويق، عملية التقديم، عملية الطرح، كمان كان في منافسة علمية وسياسية بين كل الدول. فلما روسيا تطلع تقول أنا أول دولة طلعت لقاح، كان لازم برضو إجبارا وليس اختيارا إن دول الاتحاد الأوروبي تبتدي تشكك في اللقاح، لأن إزاي أنا اتحاد أوروبي يلي 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 روسيا تطلع قبلية لقاح. فبالتالي كان لازم كمان حتى من باب الـ يعني الحفاظ على الشكل العام ان كان لازم يتشكك في هذا اللقاح. انما لما الدنيا زنقت بقى والناس اللي الاوروبيين نفسهم مولوهم ودفعوا لهم فلوس وابحاث وي في الاخر سابوهم، ولان العالم ما بقاش عنده رفاهيه انه يشكك في حاجه يمكن تكون صح، والعالم دلوقتي محتاج لاي حاجه صح يمشي وراها، فما كانش كان عندهم حل الاوروبيين ان هم يجروا كل الابحاث الضروريه على اللقاح الروسي اللي اثبت انه لا 91.6. وبالمناسبه كمان اكتر من كده، اللقاح الروسي رسميا
هيصلح للاستخدام لفوق 65 سنة، في حين أن أغلب اللقاحات الأوروبية لن تصلح للاستخدام فوق 65. يعني رسميا مثلا، رسميا وده رسمي خلاص تم الإعلان عنه. مين اللي أعلن اليوم؟ بلجيكا، وزير الصحة البلجيكي رسميا أعلن اليوم أن أسترا زينيكا لن يستخدم لفوق 65 عام نهائيا. وكلمة نهائيا مش بقى بعدين لما يتم تجارب، لا خلاص، يعني قفل الباب ان اللي فوق 65 مش هيستخدمه نهائيا أسترازينيكا. فاللقاح الروسي بالمقابل لا نقدر نقول انه سيمكن استخدامه للي فوق 65 سنة. مجدي يوسف بشكرك، شكرا جزيلا من بروكسل، كل التحية.